جينا خويا تشجع المنتخب الوطني على الانجاز اللي حققوه في قطر، وكنهديو التحيه للوليد الركراكي والمجموعه كامله خويا، وتحيه لجميع المغاربه. من جيت؟ من مدينه سيدي سليمان. جيتو اليوم نيت؟ جينا غير دابا نيت، جينا انا وزياد الصغير. نقول له تنشكروك وتتشكرك الامه العربيه كامله. وليد الركراكي بونو زياج. جينا من المحمديه وحنا فرحانين بالدراري، تبارك الله عليهم، فرحونا ونشطونا، الله يعطيهم الصحه، وهما دائما فوق الفوق، وحنا فرحانين بهم وفياغ فياغ تخي تخي فياغ اليكيب ناسيونال اسود الاطلس، الله يعطيكم الصحه. اسود عطاو بزاف باش وصلنا الدب جمال، راه سي با فاسيل. وكنشكر وليد الركراكي راس لافوكا، شكرا حيت وصلتينا ورجعتي المغرب كيلك شوز دو فيير، اون تري فيير دي ماروكان. انا جيت من قنيطره باش نجي نشجع المنتخب الوطني، وانا فرحانه بزاف بهذا الشيء اللي داروا المنتخب، وبغيت نشكرهم بزاف وتحيه ليهم. وبغيت نقول ثاني حاجه، الصحراء مغربيه ودي معشقه مغربيه ان شاء الله. اون لي سنغالي اون تري فيير تاع ليكيب دي ماروك فرانسمان، parce qu'on est les Sénégalais, on est là pour travailler, mais on est trop fiers pour l'équipe des Marocains, parce qu'ils ont fait trop bien match de Coupe nationale. On est trop fiers de toute l'équipe des Marocains. On est fiers aussi Maroc. Vive Maroc. On est trop fiers de Maroc. On est les Africains. On est trop contents avec les Marocains. Trop. Franchement parlé. Vive les Marocains. Parce qu'on est là, parce qu'on est là pour les voisins avec vous. On est les businessmen, on travaille. Mais les Marocains, ils nous accueillent trop. Ils nous accueillent bien. On est trop fiers de les Marocains. Franchement. أنا جينا لقنيطرة باش نفرحوا بهاد المغاربة حيت عيجيو عندنا اليوم، باش نفرحوا بهم ونكبروا بهم إن شاء الله، وكن تحية لهم إن شاء الله يا ربي، ونتمنى إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله يحمرونا الوجه. اليوم جينا مدينة القنيطرة باش نستقبلوا المنتخب الوطني المغربي اللي الحمد لله حقق واحد الإنجاز كبير في بطولة العالم، وحصل على المرتبة الرابعة اللي ماشي سهلة، وديما مغرب، وكنشكرهم على هذه الفرحة اللي عطاونا، وإن شاء الله مزيدا من التألق، وكنشكر الجميع. وخويا جينا باش نستقبلوا المنتخب الوطني اللي شرفنا الحمد لله في هذه البطولة هذه. الوالد الركراكي كنقدم له واحد التحية كبيرة، ومدرب كبير، وكنتمنى له مزيدا من التألق إن شاء الله، والله يسهل عليهم.